الشفق الأخير لخليج عدن الذي يتعدى على جدران البيوت الشبيهة بالقطائف يجلب سلاما ضائعا إلى هذا البلد المضطرب. لقد علمتني في البيئة المضطربة أن أسعي إلى الصمت في الحركة تماما مثل قطن متقن ونشيط ولكن لطيف. لقد استعدت للحظة والتقطت الفراشة الرخيصة التي أعطاني إياها المعلم الصيني عبر الفصول الدراسية الساطعة والواسعة وصرير الشباب المزعجة الواضحة خارج المكتبة. أتذكر مصدر إلهام المعلم وأعطاني إحساسا بالقوة وكلمة رؤية القلب عبر العصور العشب دين قلبه لين وناعم ويذهب على طول الطريق. هذا هو تقريبا مثال في كل حياتي في المدرسة الثانوية، نظرة سوداء وبيضاء. لا يمكن أن توقف الجبال والأنهار الرائعة، لا يمكن إخفاء جمال العجائب. 3000 كيلومتر هو خط مستقيم من اليمن إلى الصين، هو من الحضارة القديمة في العالم العربي إلى الحضارة القديمة في شرق آسيا. على بعد 3000 كيلومتر مشهد محير، قلبي لا يفشل أبدا ويتم تحديد ذهني بين الورقة وقلم الرصاص. أتخذ قرارا حازما. رأيت اللوحات الأصلية والخط في متحف التاريخ ولمست شخصيا جبال وأنهار جبل جنانشان، وهذا أكثر ملامسة للرسومات التي رأيتها في الكتب وعلى الإنترنت. فأنا أشعر قليلا من اللمس وأحاول أن ألقي نظرة خاطفة. 25 سنة من الحب مهما كانت جيدة أو سيئة. كلما رفعت القلم مكثف اللوحة القادمة، على الرغم من أنه ليس من الواضح من المألوف التفهم تدريجيا للسلطة. من خلال الفهم لكننا لا نزال نؤمن إيمانا راسخا بأنني لا يمكن أن أكون أكثر نجاحا، لكن يجب أن أكون شجاعا بما يكفي للتعبير عن نفسي.